بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. حسبك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى على قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء قبل آخر آية في كتاب الله في سورة الإسراء. يقول الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. المعنى لهذه الآية واضح جدا، أن الله جل وعلا يقول: ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو، أيما أي إله تدعوه بأسماء الله جل وعلا فله الأسماء الحسنى، فهو الله والرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار والمتكبر، وهكذا أسماء الله جل وعلا كثيرة. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. سبب نزول هذه الآية أن المشركين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: يا الله يا رحمن، فقالوا: كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد وهو يدعو إلهين اثنين. قاله ابن عباس. وسبب نزول هذه الآية أن المشركين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله بلفظ: يا الله يا رحمن، فقالوا: كان محمد يأمرنا بأن ندعو إله واحد وهو الآن يدعو إله اثنين، فكيف هذا منه؟ فأنزل الله جل وعلا هذه الآية. قاله ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه. وقال مكحول: تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال في دعائه: يا رحمن يا رحيم، فسمعه رجل من المشركين، وكان باليمامة رجل يسمى الرحمن، مسيلمة الكذاب الخسيس الذي وصفه الله جل وعلا بأنه كذاب، وكان لا ينادى إلا بمسيلمة الكذاب، غيره قد ينادى باسمه، لكن هنا هذا الرجل الذمي الخبيث يقول لا يسمى إلا بالكذاب لأنه كذاب في قوله. فقال ذلك السامع: ما بال محمد يدعو رحمن اليمامة؟ يقول عدل عن الله جل وعلا وبدأ يدعو رحمن اليمامة، يقول هذا المشرك. فنزلت هذه الآية
مبينة أنهما اسمان لمسمى واحد، فإن دعوتموه بالله فهو ذاك، وإن دعوتموه بالرحمن فهو ذاك. وقيل كانوا يكتبون في صدر الكتب باسمك اللهم، فنزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فقال المشركون هذا الرحيم ونعرفه، فما الرحمن؟ فنزلت هذه الآية. وقيل هذا القول الرابع، إن اليهود قالت ما مالنا لا نسمع في القرآن اسما هو في التوراة كثير يعنون الرحمن، فنزلت الآية. وقرأ مصرف أيما من تدعون فله الأسماء الحسنى، أي التي تقتضي أفضل الأوصاف وأشرف المعاني وحسن الأسماء، إنما يتوجه بتحسين الشرع، فالشرع هو الذي يحسن الأسماء، يقال هذا اسم حسن وهذا اسم غير حسن. لو قيل عن الله تبارك وتعالى إنه له أشرف الأسماء وأفضل الأولاد، هل يصح هذا؟ لا، لأن الله جل وعلا لم يلد ولم يولد. لو قيل عن ابن آدم هذا رجل فاضل إلا أنه لا ولد له، أليس صحيح؟ إذا كان فاضل ولا ولد له فهو بحاجة إلى الولد، لكن الله جل وعلا ليس بحاجة إلى الولد. وحسن الأسماء إنما يتوجه بتحسين الشرع لإطلاقها والنص عليها، وانضاف إلى ذلك أنها تقتضي معان حسانا شريفة، وهي بتوقيف لا يصلح لأحد أن يسمي الله بنظر إلا بتوقيف من القرآن أو الحديث أو الإجماع، حسب ما بينا ذلك في الكتاب المسمى في شرح أسماء الله الحسنى. يقول هذا من؟ الإمام القرطبي رحمه الله، من قرطبة من الأندلس، يقول حسب ما بينا ذلك في ذكر أسماء الله الحسنى أن أسماء الله توقيفية. وش معنى توقيفية؟ معنى توقيفية يعني أنها ما أحد يأتي باسم جديد من عنده ويقول هذا نسمي به الله، ما جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة فهو اسم من أسماء الله، وما لا فلا، لو كان حسنا في نظر غيرهم. فالأولاد للبشر نعمة ومفخرة، وهذا عنده 15 ابن، هذا عنده 20 ابن، هذا عنده 30 ابن، أليس هذا ندحا له؟ فهل يليق بنا أن نقول لله جل وعلا 1,000 أو 100,000 أو 50,000 أو أكثر وأقل أبناء؟ لا. وإن استحسننا ذلك في حق البشر فإنا لا نستحسنه في حق الله تبارك وتعالى. هذا سبب نزول هذه الآية. ما هي الأسباب؟ ذكرها العلماء رحمهم الله، قالوا في ذلك 4 أمور: إما لكون اليهود سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الكتاب عموما قالوا يا رحمن يا رحمن، يتضرع باسم الرحمن، قالوا ما بال محمد يدعو الرحمن والله لا يستطيع الرحمن،
والله هو الرحمن الرحيم جل وعلا. والثاني أن المشركين سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو يقول يا رحمن يا رحمن، فقالوا ما بال محمد يدعو اثنين يا الله يا رحمن ونحن لا نشرك وهو لا يشرك ويقول ادعوا الله وادعوا الله وادعوا الرحمن، ما بأنزل الله جل وعلا ذلك، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، روي عن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا قرأ القرآن أسره، يقرأه سرا، وعمر رضي الله عنه كان إذا قرأ القرآن جهر. فقيل لهما لأبي بكر ما لك تجهر، لا تجهر بالقراءة سر، قال إني قد أسمعت من أناجي أو أنادي، يعني أنا أتكلم مع الله جل وعلا بكلام الله فقد أسمعته وهو يسمعني جل وعلا. وقيل لعمر ما لك تجهر بصلاتك وقراءتك، قال أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، أطرد الشيطان إذا سمع القرآن ذهب، وأوقظ الوسنان اللي ينود بهنوم، اللي بهنوم إذا سمع القراءة راح نومه. فقيل لأبي بكر ارفع صوتك قليلا، وقيل لعمر اخفض صوتك قليلا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وقيل في سبب نزول هذه الآية أقوال كثيرة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ رفع صوته، فسب المشركون الله والقرآن ومن أنزله، وإذا خفض صوته ما سمعه من وراءه من المسلمين، فقيل له أن لا ترفع صوتك فيسب الله جل وعلا، ولا تخفض صوتك فلا يسمعك من وراءك، وإنما لا تجهر ولا تسر، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. والصلاة مرادا بها هنا القراءة، لأن الصلاة تطلق على القراءة والقراءة تطلق على الصلاة، لأن كل منهما مع الآخر، فلا صلاة إلا بقراءة ولا قراءة إلا بصلاة، فكل واحد منهما مع الآخر. فقيل لا تجهر بصلاتك يا بقراءتك ولا تسر بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. قال المؤلف رحمه الله نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوال في مكة، وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، قال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك، ولا تخافت بها عن أصحابك فأسمعهم القرآن، ولا تجهر ذلك الجهر الذي كنت ترجو ترفعه، وابتغي بين ذلك سبيلا، كن بين هذا وهذا، بين الجهر والإسرار. والمخافضة ما هي؟ خفض الصوت. يقال للميت إذا برد خفت. قال الشاعر لم يبق إلا نفس خافتة،
ومقلة إن إنسانها باهت رثي لها رثى متات مما بها يا ويح من يرثي له الشامت. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. الثاني من الأقوال ما رواه مسلم أيضا عن عائشة في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت أنزل هذا في الدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها في الدعاء. المراد بالصلاة الدعاء. مروي عن عائشة رضي الله عنها إذا دعوت لا تدعو بحيث يسمعك الناس كلهم ولا تخافت ولا تكتم صوتك لئلا تسمع. الثالث القول الثالث قال ابن سيرين كان الأعراب يجهرون بتشهدهم فنزلت الآية فمن تكون إلا نزلت الآية في ذلك فقلت وعلى هذا تكون الآية متضمنة لإخفاء التشهد. وقد قال ابن مسعود من السنة أن تخفي التشهد ذكره ابن المنذر من السنة أن تخفي التشهد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكونها نداء لله جل وعلا والله جل وعلا يسمع السر وأخفى. الرابع ما روي عن ابن سيرين أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسر قراءته وكان عمر يجهر بها فقيل لهما في ذلك فقال أبو بكر إنما أناجي ربي وهو يعلم حاجتي إليه. وقال عمر أنا أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان الوسنان النائم. فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي بكر ارفع صوتك قليلا وقيل لعمر اخفض أنت قليلا ذكره الطبري وغيره. الطبري إمام المفسرين رحمه الله أبو جعفر الطبري بن الجرير رحمه الله تعالى. الخامس ما روي عن ابن عباس أيضا أن معناها ولا تجهر بصلاة النهار ولا تخافت بصلاة الليل ذكره يحيى بن السلام عن الزهري والزهري وتضمنت أحكام الجهر والإسرار بالقراءة بالنوافل والفرائض. فأما النوافل فالمصلي مخير في الجهر والإسر في الليل والنهار. وكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل الأمرين جميعا. وأما الفرائض فحكمها في القراءة معلوم ليلا ونهارا يعني يستحب القراءة سرا في النهار وتستحب القراءة جهرا في الليل. وإذا أسر في الليل أو جهر أو أسر في النهار أو جهر فلا بأس. قول سادس قال الحسن يقول الله لا ترائي بصلاتك تحسنها بالعلانية ولا تسيئها في السر. وقال ابن عباس لا تصلي مرائيا للناس ولا تدعها مخافة الناس. المسألة الثانية في هذه الآية الكريمة عبر تعالى بالصلاة هنا عن القراءة كما عبر بالقراءة عن الصلاة في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني أن القراءة والصلاة يتناوبان لا تجهر بصلاتك لا تجهر بقراءتك. وقرآن الفجر صلاة الفجر إن صلاة الفجر كان قراءتها مشهودة لأن كل واحد منهما مرتبط بالآخر لأن الصلاة تشتمل على قراءة وركوع وسجود فهي من جملة أجزائها. فعبر بالجزء عن الجملة وبالجملة عن الجزء قال عادة العرب في المجاز
وهو كثير منه حديث صحيح. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الصلاة جاء مرادا نطق الصلاة يراد بها الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين لأنها أهم ما يقرأ من الآيات في الصلاة. هذا الكلام على تفسير هذه الآية للإمام القرطبي رحمه الله، أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي من قرطبة من الأندلس رحمه الله، وهو توفي رحمه الله سنة 671 رحمه الله في القرن السابع الهجري رحمه الله. هو الجامع لأحكام القرآن في أحكام وفقه وتفسير لآيات القرآن والمبين لما تضمنته من السنة وآي الفرقان. هذا هو الجزء الثالث عشر، اشتمل على سورة الإسراء الجزء الثالث عشر، يعني هو أجزاء كثيرة رحمه الله، وعليه تعليق وتحقيق الدكتور عبد الله التركي، وشارك بالتحقيق في هذا الجزء محمد أنس مصطفى الخن، محمد المعتز كريم الدين، وتوفي الله عليهم جزاهم الله خيرا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، أي دعوة تتوجه بها إلى أي من أسماء الله الحسنى فله جل وعلا الأسماء الحسنى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن شريكا بالملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية تسمى بآية العز، بآية العز، لأن فيها عزة الله جل وعلا، وإن كان الحديث المروي في هذا ضعيف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة، يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة لله عز وجل المانعين من تسميته بالرحمن، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي لا فرق بين دعائكم له باسم الله أو باسم الرحمن، فإنه ذو الأسماء الحسنى، كما قال تعالى: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. الآية. وقد روى مكحول أن رجلا من المشركين سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في سجوده: يا رحمن يا رحيم، فقال: إنه يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين، فأنزل الله هذه الآية. وكذا روي عن ابن عباس رواهما ابن جرير وقال: ولا تجهر بصلاتك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركين سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به. قال: فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبون القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك، وابتغي بين ذلك سبيلا. وقال محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وأبوا أن يسمعوا منه. وكان الرجل إذا أراد أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلو وهو يصلي استرق السمع منهم دونهم فرقا منهم، فإذا رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم فلم يسمع، فإن خفض صوته صلى الله عليه وسلم لم يسمع الذين يستمعون من قراءته شيئا. فأنزل الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك فيتفرق عنك ولا تخافت بها، أي فلا يسمع من أراد أن يسمع فينتفع به، وابتغ بين ذلك سبيلا. قال ابن جرير رحمه الله عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته، وأن عمر كان يرفع صوته، فقيل لأبي بكر: لم تصنع هذا؟ قال: أناجي ربي عز وجل وقد علم حاجتي. فقيل: أحسنت. وقيل لعمر: لم تصنع هذا؟ قال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان. قيل: أحسنت. فلما نزلت: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، قيل لأبي بكر: ارفع شيئا، وقيل لعمر: اخفض شيئا. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في الدعاء. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.